أمريكا تغازل الجيش الجزائري بعدم نشر منظومته الصاروخية S-400 في شمال الجزائر. قبل ذلك، ندعوك للاشتراك في القناة لتتمكن من مشاهدة فيديوهاتنا المستقبلية. أن هناك صعوبة كبيرة في التعامل مع S-400 الجزائرية وفي الطيران المفتوح فوق المنطقة. الوفد الأمني الأمريكي الذي زار الجزائر مؤخراً وعلى رأسه الجنرال الأمريكي جيفري هاريكيان تطرق لعدة قضايا، أبرزها نفي أمريكا إقامة أي قاعدة عسكرية لها في حدود الصحراء الغربية، وكذلك تناول هذا الاجتماع موضوع النظام الدفاع الصاروخي الذي امتلكته الجزائر وهو S-400 الذي يمثل التهديد الحقيقي لمقاتلاتها الشبحية طائرات F-35. شاهد ما قاله هؤلاء المحللون العسكريون العرب حول هذا الموضوع. وجدت أمامها خلاصة رسمية للبنتاغون حول S-400 بأنها خطر على F-35 وأن طيرانها يجب أن طيران F-35 يجب أن يكون بعيدا عن S-400 ب 600 كيلومتر. فأصبح أي انتشار لهذه المنظومة في شمال الجزائر يؤثر على F-35، فأصبح هناك طلب أمريكي كي لا يكون الانتشار في شمال الجزائر، وأصبح هناك مشكل آخر في خارطة انتشار S-400 الجزائرية، هل هي في الوسط أم في الجنوب؟ ففي الجنوب أيضا هناك طيران الرافال الفرنسية، وفي دفعها نحو الغرب سيكون هناك صعوبة كبيرة أمام تجريب أيضا حدث لإسكندر إي كرد فعل. وهنا كان ضروريا من التئام وفد أمريكي يتوجه إلى الجزائر العاصمة لنقاش خارطة انتشار S-400 كي لا تؤثر هذه المنظومة عن طيران F-35 في مساراتها باتجاه إيطاليا وأيضا في مناوراتها انطلاقا من قواعد أمريكية في إسبانيا وأيضا في تونس وفي غيرها، المنطقة كلها بما فيها إسرائيل. إذن F-35 S-400 التي عاقبت من أجلها الولايات المتحدة الأمريكية حليفا لها وتركيا كانت قد قررت لجنة تقنية بهذا الخصوص، وكانت نتائجها كما كشفتها المخابرات الروسية في أكثر من مقال في الصحف الروسية، أصبحت هناك إشارة واضحة إلى قرار البنتاغون بمنع طيران F-35 إلا في منطقة بعيدة عن S-400 بحوالي 600 كيلومتر. وجاءت المفاوضات فعلا عبر وفد تتقدمه باربرا باريت وزيرة القوات الجوية كما ترونها أمامكم، وأيضا قائد القوات الأمريكية في أوروبا كما قدمته الصحافة الجزائرية والأوروبية وغيرها، لكنه ليس قائد القوات الأمريكية في أوروبا وأفريقيا فقط، بل إن لديه هذه المهمات التي سبق أن قلناها والتي يتأكد معها وهو الخريج في الأكاديمية الجوية، أن هناك صعوبة كبيرة في التعامل مع S-400 الجزائرية وفي الطيران المفتوح فوق المنطقة، فوق منطقة الإيزنشتات، هذه المنطقة التي تجمع المغرب العربي. إذن هذه الدول الثلاث أصبحت تقريبا شبه محرمة في أعلى المناطق، خصوصا بالنسبة للشمال، لأنه سيكون مؤثرا بشكل عال على طيران F-35 المتوجهة إلى إسرائيل عبر الأجواء الدولية. هذه زاوية. الزاوية الثانية يعني بالنسبة أيضا في الجنوب فمن الصعب، في الغرب سيكون مؤثرا أيضا على السياسات الجزائرية مع الجوار،
جدير بالذكر أن هذه المنظومة الروسية المتطورة قد حصلت عليها الجزائر سنة 2017 في صفقة لم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وهذا لوجود اتفاقيات سرية في التسليح بين روسيا والجزائر. تريد أن تحاصر الحلف الأطلسي من خلال الجزائر، تحاصر الحلف الأطلسي من الجزائر بيعطاه أفضل أنواع الأسلحة عنده الأس 400 من سنوات. قلنا أن الجزائر لم تبع أبدا أسرار السلاح الروسي عكس ما فعله السادات مع الميج والسام الذي باعوا الأمريكان، وحافظت على سرية السلاح الروسي. ثم ثقة متبادلة بين البلدين، الجزائر تدفع مالا مقابل هذه الأسلحة، والاتحاد السوفيتي خاصة يعني تمثل روسيا خسر الكثير من الأموال مع مصر وحتى مع سوريا، وديون لم يتم تسديدها أبدا. إذن الجزائر يبقى أيضا من ناحية تدفع، وأهم شيء وأخطر شيء هم روسيا. إذا أعجبك محتوانا لا تنسى الاشتراك في قناة DDS الإخبارية الوثائقية وفعل زر الجرس ليصلك جديدنا.